لا تحاسب إنسان أنه ما أحبك، لا تحاسب إنسان أنه ما قدرك، لا تحاسب إنسان أنه لم يفهمك، لا تحاسب إنسان أنه لم يشتريك، لا تحاسب إنسان أنه لم ينزلك منزلتك، لا تعاتب إنسان طلبا في حبه، لا تعاتب إنسان طلبا في قربه، لا تعاتب إنسان نظرا لبعده، لا تحاسب إنسان لهجرانه، لا تعاتب إنسان أغلق الهاتف، لا تعاتب إنسان رفع صوته، لا تعاتب إنسان أدار ظهره، فلو شاء لاختار الطريق الثانية، لكنه قاصد. لا تحاسبه، تركك لا تحاسبه، هجرك لا تعاتبه، سكر التلفون لا ترجع له، لأنه لو أراد لاختار الطريق الأخرى. فالحب والاهتمام والاحترام لا يستجدى، ولكنه يمنح بالمجان.